قابلات 31. تعالوا نشوف ليش. ليش؟ شوفوا الكابلات بدأ من فين؟ مبدئيا شوفوا يا شباب، اخترق الترند هنا، نحط الدويرة هنا، اخترق ترند هنا. هذا الترند كم كان يقرأ وقتها؟ قريب 23 ريال، واخترق ايوه قمة سابقة 24.40. يا سلام، هذا هو جاي من قاع كورونا، يا سلام. ايش هذا؟ يا ناس ركزوا التحليلات الاستراتيجية عشان تضبطوا إيقاعكم. يعني إيش قصة هذا هذا الفيب وجع؟ لا والله يبغى لي جلسة معاك يا فنان. ظبطت. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سلم يا سلام سلم. أعمل على ذلك. أنت ما حتكلمك، اسكت. قاعد تعمل، أنا إيش قاعد أسوي طيب؟ حتى أنا أعمل على ذلك. كم يقرأ متوسط المية يوم يا شباب؟ يا الله، الشهر الماضي كان يقرأ 31.70، الآن المتوسط الشهري 31.5. طيب كم تقرأ 161 فيبو من الموجة من اختراق القمة اللي قبل كورونا 24.40؟ 24.40. وقاع كورونا 9.44 ريال، 9.44 ريال. طيب 9.44 ريال، تقرا 33.65، 33.70. هيا شوف الان حركه فيبكو الكابلات استراتيجيه، اقتحم الترند، وصل الينا المتوسط وجنى ارباحه وقفل شهريا عند الترند. بدات شمعه نوفمبر من احلى دعم في الكابلات، وتكلمنا عليه سابقا وقلنا شوفوا الكابلات يبان على الشارت اليومي انه اخترق ورجع اختبر، واحلى دخول عند الاختبار عند 23. وطلع الكابلات فين وصل يا شباب؟ وصل لمنطقه الهدف المية يوم. هذه مرتين الآن يوصل عند الهدف.
ويوقف احيانا شويه، ونقول لو واصل السهم على نظريه 3 5 7 الهدف اللي بعد سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين يكسر واحد وتوسط في الشهر الماضي كسرها. شوفوا لما كسرها من فين ارتد اليوم؟ لما صار جني الأرباح أمس رجع 28 20، والدعم الرئيسي 27 30، هو ارتد من 127 فيه. طيب فين قفل مرة ثانية؟ 30 75. يعني بكرة تبغى تدخل الكابلات تبغى تلعب على إيش؟ تبغى تلعب على 75 هلل، تبغى تلعب على برضو عند قمة. هل هذه مستويات قمة ولا مستويات دعم؟ هل أنت مثلا طالع من 24، يعني السهم رجع فيك للقناة قريب 24 واليوم قيمته 25 عشان تبغى تدخل الكابلات؟ أنت ما زلت بتلعب عند فين؟ انت بتلعب عند محور مقاومه، يعني هو نوع من انواع المخاطر العاليه. والله انا مضارب، مضارب طيب مقاومتك 30 31 ونص، انت وحظك. اذا اخترقها كشف مره ثانيه اعطاك اشاره جيده ل 32 40 اللي هو الخط العرضي اللي هو قاع 2011 المكسور. 2011 المكسور هذه منطقة استراتيجية، يعني نرجع 30 ونص إلى 32 40 حنعتبرها برضه مقاومة. لاحظ إنه الكابلات دائما يصر المحور ده فوق ما يثبت، يرجع يطيح، طاح في شهر، طاح في الشهر الثاني، طاح الآن في دائما أنت هنا في منطقة مخاطرة، في منطقة تشبع زي ما يقولوا شراء. لنفسك متى الكابلات؟ لو جيت مثلا قلت لي والله انا بدي ادخل في الكابلات، والله السهم مقفل على النظريه فوق 33 في ظهره، اقول لك بكل بساطه الله يوفقك لا يكسر 31 ونص، فين تروح؟ ان شاء الله تروح 38 ليه. واضح يا راعي الكابلات؟ فهمت؟ أوريكم لا سمح الله خسائر كبيرة ممكن تكسبوا مكاسب كبيرة حتى لو كنتوا في قمة، بس احترموا قواعد اللعبة. الآن بعد ما شرحت لكم الشغلة دي، هل مغري أكثر من بعض الشركات الثانية؟ يعني شفنا شارت فيبكو مثلا، لكن مين اللي تو عند دعم راجع رئيسي؟ مين اكثر اغراء، هو ولا ميبكو؟ عشان لا يقعد يدخل في حسابات معقده شويه من عند، يعني ابيخ شيء انك تتعلق في سهم قريب قمه. يا محلى لما تتعلق قريب دعم. الدعم حتى لما 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 يكسر وتقول وقف خساره تكون انت كتبت على نفسك خساره بسيطه. لكن لا قدر الله لو تعلقت من قمه ونزل السهم للدعم فكسره، يا لطيف تبقى خسارتك اكبر ويبقى يصعب عليك الموقف، ويوم تشوف الخساره باكثر من 20% تلاقي نفسك بعض توقف مبلم، والعشرين تصير 30 والثلاثين تصير 40، قيدك انت لانك حطيت نفسك في موقف مزعج للاخر. اخوي ابو محمود ايوه طيب خلاص كلمنا عن ميبكو، ميبكو خلاص حللناه. وهو ربي كتب له طلع مع الاختراق الترند الفرعي والرئيسي ومتوسط من 27 وتحت. وقال انا ابغى اهداف بعيده، نقول له صعب عليك؟ لا مو صعب، السهم ده مرشح انه يكون شمن كحولي في المستقبل. ايوه شارت الكابلات حلو حلو ما داموا فوق 25، يلا جيب لي واحد يتحمل ال 25 ويتحمل ال 24، جيب لي
ان ما تشوفهم بكره يصيحوا لك ويتضاربوا معك ويقولوا لك ابوك على ابوهم على ابو السوق نزلون يا ابوي. ايش طيب الكابلات؟ انت الله يهديك اللي اشتريت في قمه مضاربيه، انت متوسطك عالي، طيب ليه ما قنصته تحت؟ ليه ما اشتريته طيب لما كان في بدايه انطلاقته؟ فهمتوا الفرق يا شباب؟ زي دحين واحد، زي وحيد دحين واحد في المتطوره اشترى ب 20 ونص، والمتطوره سحبوا ال 18 ونص. حلو؟ ابو محمود ايش رايك في المتطوره؟ ممتاز. طب ليش ممتاز؟ شوف السهم نزلني ريالين، لعن ابو شيطانك. ممتاز لنا نحن. اما انت اللي داخل عيد مقاومه فوق. هو اخترق 21 سقف القناه عشان انت تكمل او تقول ابغى ادخل مرحله جديده، ما انت غلطان، انت مشتري قريب مقاومات. اما السهم ممتاز، نفس الحكايه في الكابلات. استراتيجيا يا ابوي اتفرج على الشارت، استراتيجيا ممتاز الكابلات. لسه حتى شمعه ديسمبر دي اللي نازله الان ترى تهدئه عاديه جدا. يعني عاديه جدا. اللي قرصه اليوم ب 28 20 او لو حاول واحد يشتري بقريب 28 الى 7، هذه منطقه المناوره الاولى، والمناوره الثانيه قريب 24 25 ريال فوق الترند. هذه تعتبر كلها دعوم رئيسيه وهو نازل السهم. طيب هو طالع حتبقى ال 31 ونص 32 40 مقاومات، مفترق طرق 33 كلها مفترق طرق. فاجي اطل الاقي كم نسبه العطاء؟ 4%. في شركات زي الكابلات نسبه العطاء فيها 15% الكابلات، فانا افضل مين؟ عشان كده سالته قلت له ما الذي يربطك في الكابلات؟ ده تبغى تدخل فيه ليش؟ روح دور اكثر اغراء. لانه تخاف بكره السهم يطلع ما يقدر يخترق، يجلسك اسبوع اسبوعين هو ما يقدر يسحبك 28 يسحبك 27. العالم تقول ايش بو السهم؟ السهم مضاربيا يميل الى السلبيه، لكن استراتيجي يا ابوي انا مو انا اللي اتكلم عن الكابلات، الشارت يتكلم. هذا منظر بالله، هذا منظر شارت عادي يا عمي. السهم متحرر من قناه عمرها 10 سنين، 10 سنين 10 سنين هابط. بعدين الكابلات الان مع تخفيض راس المال كم عنده تقريبا كم عنده عدد الاسهم؟ يعني ترى في الثلاثينات، من 30 مليون اظن 26 مليون، اي والله 36، يعني 360 مليون راس ماله. كان اول 100 قريب 100 مليون سهم، الحين 36 مليون. طبعا اي دخول سيوله اغلاقات يا راجل، لو انت شفته مقفل بس حتى قبل 33، لو شفته مقفل بقوه بدخول سيوله فوق 32 40 الخط حق القاع 2011، خلاص حط في ظهرك المتوسط 31 ونص قول له شررم شررم شررم. ليه يا ابو محمود؟ تعال اتفرج. ليش عسير دحين؟ نحن ليش عسير؟ ليش عسير انا دحين؟ يا الله ابو محمود ايش بمتفاعل مع عسير الايام دي؟ ليش متفاعل مع عسير الايام دي؟ روح افتح الشارت واتفرج. ان شاء الله التاريخ يعيد نفسه. يا ولد يا ولد، الترند حق عسير والمناطق القويه اللي لو كنا عندها نصير زي الكابلات عند والله نفسها قريب خمسة شوفوك 17، حتى على نظرية 3 5 7 انه اي سهم يعدي 17 يروح 23. فانا كل مالي امين خص احب اطلع من تحت لفوق. دحين كلامنا في الكابلات هذا جاي بعد ارتفاع كم يا شباب؟ بعد ارتفاع اكثر من 30%. فشوفوا الان ايش بيسوي الكابلات في المضاربين، يجرجرهم لانهم عند محور مقاوم، عند محور استراتيجي. متوسط ال 100 ده قليل، 161 فيبو من الموجه الفرعيه قليل، عشان كده انا بقول انه السهم في محور مقاوم، يا تستناه يعدي المقاومات دي يا انك انت تراقبه وتلقطه من دعوم. عندك مستويين في المرحله دي، مستوى
اللي هو من 28 الى 27، والمستوى الثاني قريب 25 الى 24. وقف الخساره في 23 تكون منطقه اختبار الترند مره ثانيه. ونسال الله لملاك التوفيق. ما ادري اسهم لها تحليل على اليوتيوب عندها ويتم الرجوع اليها، مو هذا اللي قاعد يطفشنا يا استاذي الفاضل، اقول للناس الكلام ده. شوف مسك وسيرة يا سيد الناس، شوف حتى سيرة هذول تحسهم الله يهديهم، هذول جماعة أبو يحيى. هذا هو اللي أنا خايف منه من اليوتيوب. إنه أنت الآن يعني والناس على استراتيجية معينة معاك في الروم، وصاروا يعرفوا طبعك، نوعية يعرفوا شركاتك، يعرفوا أنت كيف تحلل، طريقة تحليلك، فطبعا كل بعد وتقعد تصطدم معاهم استراتيجيتك ايش؟ تقول له نوعيه تحللها، تقعد تقول له تقعد تعيد وتزيد في الاسهم كل يوم، مع انه عنده سيره تحليل استراتيجي قد الدنيا في اليوتيوب. هيا روح على اليوتيوب، بعضهم هو جاي من اليوتيوب وما يعرف يفتح القناه ويتفرج على الاسهم المحلله لسيره مثلا ولا مسك. أنا مالي شغل، ما عندي جماعة. مالك شغل، ما عندك جماعة؟ لا لا، كلها كم شهر بعدين يا راجل، حتى أبو يحيى حيكرش على اليوت، حيكرش على البالتو وخلاص، حينفرد خلاص، وحنسلم العهدة والراية، ونحن نقدم نعتزل التحليل الفني وخلاص، وإن شاء الله تكملوا مع أبو يحيى. والله يا ابو يحيى، والله من جد خليني اكون معك صريح. طبعا انا ما بتكلم يعني ما عندي عزم حقيقي، ما زلت يعني ما يعني الحمد لله يعني شغال، بس احيانا افكر بيني وبين نفسي متى بدي اقعد زي كده خلاص. يعني الانسان احيانا في حياته يقعد يشتغل مثلا 15 سنة 20 سنة، طيب بعدين يبغى يتقاعد، يبغى يرتاح. طيب أنا بدي أقعد لمتى؟ بدي أقعد كل يوم أفتح بالته وأحلل؟ طيب خلاص، طيب ما شاء الله الساحة مليانة، يعني العالم دول خلاص الحمد لله إنه يعني ورثنا إرث طيب كثير من الرواد ما شاء الله تبارك الله، ممكن يعني إن شاء الله يكون فيهم الخير والبركة، ممكن يكملوا المسيرة. لأنه أنا زي ما انتم ملاحظين يعني فعلا احيانا يصيبني ملل كثير، يعني خلاص 20 مره اقعد كل يوم افتح البالتو احلل نفس الاسهم، نفس المدري ايش، نفس الفكره. يعني ما شاء الله الغريب انه العالم ما تطفش، مع انه اللي فهم اسلوبي خلاص المفروض طفش مني، يدور مدارس ثانيه يسمعنا، وتلاقي العالم جالسه تعيد وتزيد معك. مو اني اتقاعد من الاسهم يا شيخ، انا مدمن اسهم يا راجل، انا شكلي الله بس يحسن ختامي، والله سبحانه وتعالى يتوفانا هو راضي عننا ولا يجعل الدنيا اكبر هما. انا مدمن اسهم، ما في انا ما لا يمكن اقعد، لازم اتفرج على الشاشه كل يوم واقلب الشارت كل يوم. بس اقصد لمتى بدي اقعد؟ في الليل، في المساء، في النهار، في الليل ادخل البالتوك؟ طيب انا ايش بستفيد يعني؟ يعني خلاص يعني بلاقي نفسي بانهك، يعني نومي ملخبط، حياتي ملخبطه. طيب لمتى بدي اقعد واشيل هم؟ عندي التزامات احيانا، يعني بعض الاحيان اقول ممكن اسيب المحفظه اروح راجع بنك، راجع دائره حكوميه، الاقي نفسي مشغول في البالتو، اقول العالم تستنى، العالم مدري ايش، العالم تبغى تسمع التحليل، تبغى حد متعود تتابع معايا، في عالم اعرفها نفسيا ترى اذا ماشي يعني تحب كذا، حتى لو السوق ايش تحب بس تستانس بوجودي. فاقول حرام يعني، خليك معاهم اتواصل معه. بس لمتى؟ السؤال لمتى؟ لمتى انا بدي اقعد زي كده؟ لدرجه ان احيانا يصيبني ملل، تلاقيني قاعد كده ساكت، احيانا اتكلم اغير سواليف. اليوم انتم ملاحظين اليومين دي قالب امها كوره، خلاص طيبك ملل من التحليل، لانه خلاص ما في شيء جديد، موجه وجات وانضغطت الان، والاسهم بتلعب داخل نفس النطاق، تستنى السوق بس يخلص تهدئته ويرجع. نبغى نشوف شمنكح
اشياء جديده. فاحيانا السوق هو يجيب، احيانا نوعيه الرواد اللي معك لما يجيك احد كمان يكرر عليك يكرر، خلاص تطفش انت. اجعل التحليل المسائي لمده ساعه حتى لا تمل. اي ساعه يا رجال، اي ساعه، ما يكفيك ساعه.